بين عتمة أبدية حتى إشعار آخر، وبين مزيج من العتمة والضوء. من خلف جدران الصمت تروى قصص المعاناة في إحدى بيوتات النجف. يتدلى صوته العاتب بأنين الآلام وفقدان الأمل. فما زال الشاب علي يعاني من مرض عضال بعدما خسر كل ما يملك دفعا لثمن حياته بضع سنوات أخرى. قبل لا أروح الأربيل أكو دكتور بكربلة عن طريق جماعة من قرايبنا بكربلة، أهله بكربلة هو الرجل، بس هو ساكن بتركيا ودكتور اختصاص كلا وكلا، فهم دبرت حالي منه ومنه. المهم طلعت لتركيا، شخص الحالة ودانا على مستشفيات حكومية ومستشفى الخاص ماله هو، فانطاني علاج وبقتها. قال لي خلال هذا الشهر إذا ما تزرع تموت، تريد تزرع بتركيا تكلفك 10 دفاتر، تريد تروح الأربيل هم ناجحة تكلفك 5 دفاتر. حينما تتساوى المقامات ويعانق الموت الجميع، تصبح الحياة أمنية لن تتحقق. هذا هو لسان حال أبا نور بعدما انسل ضوء الأمل في جسده بزراعة كلية جديدة متطابقة في إحدى مستشفيات أربيل. لكن سرعان ما انتهى به الحال أسوأ من الماضي بعد خطأ طبي كارثي. فاضطرينا نبيع البيت اللي عدنا احنا الأربع الأخوة، فزرعنا له الكلى، وهسه بالوقت الحاضر هم رجعت الى هاي الحاله مال الفشل الكلوي. فاحنا الناشد يعني المؤسسات الحكومه بان تساعدنا، لان لازم هم نوفر له مبلغ من المال حتى نزرع له يوب شمال العراق او خارج القطر. فرحت المستشفى الكفيل، دخلت المستشفى الكفيل، الدكاتره المستشفى الكفيل اللي هو يعني عن طريقه واللي هو بشرافه، فقالوا احنا ما طول انت انسان زارع ومو يمنا ما نقدر ندخل بيك طبيا، لان انت اقل خلل من عندنا او اقل يعني لا سامح الله نسبب موتك، فالافضل انه انت ترجع لدكتورك اللي باربيل. 150 مليون دينار كل ما كان يملك ابا نور واخوته دفعوه فرحا لانقاذ حياته، لكن الرياح اتت بما لا تشتهي عائلتها. امسى طريح الفراش في بيت عمه، يسرق النظرات الأخيرة لملامح ابنه نور، ويحسب دقائق الموت البطيء خلال الأشهر القادمة أو رحمة ملائكية قد تنقذ حياته. أحمد الحسين، قناة الرشيد، النجف الأشرف.